السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تلاميذ الأعزاء، أتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. إذا كنتوا أول مرة كتشاهدوا هذا الفيديو، ما تنساوش اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. إذا عجبكم الفيديو ضغطوا على لايك وخليوا لنا كومونتير وبارتاجيو مع أصحابكم. لوبجيكتيف ديالنا ديسكريبسيون دان انيمال، والانيمال اللي جبنا لكم اليوم هو لو سكوربيون، بمعنى العقرب. دابا ان شاء الله غادي ندوزو نكتبو التكست ديالنا بارتي بار بارتي وغادي نشرحوه. تابعو معنا. لو سكوربيون ايت ان بوتيت انيمال، العقرب حيوان صغير. il ressemble l'araignée، بمعنى تشبه العنكبوت. il vit dans le sable du désert، تعيش في رمل الصحراء. sa tête ornée de deux paires d'yeux، رأسها مزين بزوجان من العيون. il a quatre paires de pattes، بمعنى لديها أربع أزواج من الأرجل. une paire de pinces، زوج من الكماشة. et une longue queue termine par un dard très pointu، وديل طويل ينتهي بلسعة حادة جدا. équipé d'un gland à venin، بمعنى مجهزة بغدة سامة. le scorpion est un carnivore، العقرب هي من آكلات اللحم. il mange des insectes، des lézards et des serpents etc، أي تأكل الحشرات السحالية والتعابين إلى آخره. c'est un animal nocturne، هي حيوان ليلي. il chasse sa proie avec son venin، بمعنى تصطاد فارستها بسمها. من بعد ما سالينا الكتابة ديال التكست ديالنا، دابا إن شاء الله غندوزو القراءة ديالو. حبذا لو حتى نتوما تقراو معنا. لو سكوربيون. لو سكوربيون اي تان بيتيت انيمال، ايل غوسومبل لارينيي، ايل في دون لو سابل دو ديزير، سا تيت اورني دو دو بير ديو، ايل ا كاتر بير دو بات، اون بير دو بانس، اي اون لونغ كو تيرمين بار ان دار très pointu، équipé d'une glande à venin. Le scorpion est un carnivore. Il mange des insectes, des lézards et des serpents, etc. C'est un animal nocturne. Il chasse sa proie avec son venin. ودابا كنكونو وصلنا لاخر ديال الفيديو ديالنا، نتمنى تكونوا استفدتوا معنا. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. الى وصلتوا حتى النهايه، ما تنساوش اشتركوا في القناه وخليو لنا لايك، واي كيستيون كان عندكم خليه في كومونتير. الى اللقاء. سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي.